اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا. نبدا مع بعض ترند الاهلي، واول حاجه معانا الحساب الرسمي للاهرام على تويتر، كتبوا مسحه طبيه للجهاز الفني واللاعبين استعدادا للقاء الحرس الوطني. كلنا عارفين دوري ابطال افريقيا في بروتوكول متعلق بالكوفيد 19، بتبقى قبل المباراه ب 48 ساعه بتعمل مسحه طبيه عشان تطمئن على حاله الفريق. لكن اتمنى خلال الايام القادمه من الاتحاد الافريقي واللجنه الطبيه تحديدا برئاسه دكتور وديع الجريء، بعد وجود لقاح فيروس كورونا ومعظم الاجهزه الفنيه واللاعبين خدوا اللقاح ولقاح الفيروس، اللي خد اللقاح هيعمل مسحه بعد كده ولا لا؟ عشان نبقى الفكره دي برضو ونبقى عارفين هل الاتحاد الافريقي هيعتمد اللقاحات بحيث اللي خد التطعيم ما يعملش مسحه ويبقى جاهز لكل المباريات ولا لا؟ اتمنى حسم الامر ده خاصه مع انطلاق بطوله دوري المجموعات في شهر فبراير عقب كاس الامم الافريقيه. لكن المسحه بكره ان شاء الله وقبل الماتش ال 48 ساعه زي ما حصل في لقاء الذهاب في النيجر. حساب الاهرام ايضا الحساب الرسمي ليها على تويتر بيتكلموا على بيتسو موسيماني بينتظر كهربا ومحمود وحيد ده جاهز لمران اليوم. كان معانا زميلنا كريم احمد من ملعب التتش وقال لنا ان كهربا النهارده انتظم في المران وكان غاب امبارح بس لشعوره كده بنزله برد خفيفه، لكن الحمد لله اطمئنينا على حالته والنهارده كان موجود في المران الجماعي وان شاء الله هيكون جاهز لمباراه يوم السبت القادم. نروح كمان لحساب الوطن الرياضي وحسابها الرسمي على تويتر او حسابها الرسمي على الفيسبوك، كاتبين صدمه مزدوجه في الاهلي تاكد غياب ثنائي جديد عن مواجهه الحرس. المفاجاه بالنسبه لهم بيقولوا الغياب لحسين الشحات بسبب الاصابه في العضله الضمه بجانب محمود متولي الذي يعاني من اصابه في اوتار الركبه. طب متولي عارفين الاصابه يعني بنسبه كبيره مش موجود حتى هذه اللحظه، يعني بنسبه كبيره لكن مش مؤكده، لكن حسين الشحات هو كده ما فيش صدمه. بالنسبه لنا كريم احمد من المران حاليا هو موجود بقى في التدريب وشايف بنفسه، حسين ما عندوش اي حاجه ولا في اصابه بالعضله الضمه، وحسين الشحات النهارده كان موجود في المران الجماعي وشارك في المران الجماعي بالكامل، فبالتالي اللي عنده عضله ضمه ده بيغيب شهر وشهر ونص، لكن لما يتمرن النهارده ويكون جاهز لماتش يوم السبت يبقى فين الصدمه؟ فين صحه الخبر في هذا الموضوع؟ فبالتالي حسين الشحات مش مصاب سليم وهيكون جاهز لمباراه السبت ان شاء الله. طيب نروح مع بعض كمان لليوم السابع والحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر بيتكلموا برضو الاصابه تبعد حسين الشحات عن مواجهه العوده بين الاهلي والحرس الوطني. هو يا جماعه فكره ان خبر حسين الشحات الاقيه بنفس يعني بنفس المعنى ونفس العناوين في كل المواقع ده حاجه مش طبيعيه. ما هو حسين مش مصاب، حسين في التدريبات وحسين النهارده في المران، وزميلنا الكريم باكد تاني من ملعب التتش بالجزيره قال وهو شاف بنفسه حسين النهارده كان بيشارك في المران الجماعي. انا الفكره بالنسبه لي لو نزلت برد اقول يعني ممكن، يعني امبارح كان لا قدر الله عنده نزلت برد فممكن ما يكونش موجود، لكن لما تتكتب عضله ضمه العضله الضمه دي فيها شهر شهر ونص، لكن فجاه اللعيب كان عنده عضله ضمه والنهارده يشارك في المران، يعني مش عارف. اتمنى بس يكون في مصداقيه في نقل الاخبار خاصه ان خبر زي ده ممكن يخلي الجمهور يزعل ويتضايق، في غيابات وفي اصابات، فان شاء الله حسين جاهز لمباراه السبت وهيكون موجود طبقا للرؤيه الفنيه لبيتسو موسيماني. طيب نطلع بره الاهلي شويه ونروح بقى ونشوف الاخبار الدوري. الصفحه الرسميه لليوم السابع على الفيسبوك نشروا تصريح لعامر حسين، لا يفوتك مباراة الأهلي والإسماعيلي بحضور جمهور. كلنا عارفين إن مباريات الدوري إن شاء الله بإذن الله خلاص كما أعلنت رابطة الأندية كلها هتكون بحضور 2000 مشجع، كل مباراة فيها 2000 مشجع، لكن الأستاذ عامر حسين قال إن المباراة هتشهد حضور جماهيري و 1000 مشجع لكل نادي، 1000 مشجع من الأهلي و1000 مشجع من الإسماعيلي، أيًا كانت المباراة بتاعت مين على فكرة بالمناسبة برضه، ممكن ناس تقول لك هي المباراة فين؟ يعني المباراة مثلا في برج العرب دي مباراة الإسماعيلي فال 2000 يبقوا بتوع الإسماعيلي، لا الرابطة قالت 2000 مشجع في كل المباريات، أيًا كانت المباريات جماهيرية مش جماهيرية كل فريق مخصص ليه كوتا كده عدد معين، 1000 مشجع في الفترة اللي جاية. طيب برضه أنا بتكلم برضه في ترند الأهلي وبتكلم على اللعيبة وكنت بتكلم على حسين الشحات، كريم زميلنا قال وأعلن إن حسين موجود. طب ما تيجي نبص على التمرين ونبص كده ونشوف على الهواء صورة مباشرة كده من ملعب التتش بالجزيرة وعلى الهواء مباشرة قدامنا حسين الشحات موجود اهو في التدريب، حسين الشحات ورامي ربيعة ووليد سليمان ده ومحمود وحيد كمان. الصورة دي على فكرة ده على الهواء مباشرة، هذه الصورة على الهواء مباشرة. محمد الشناوي كمان اهو مع دكتور احمد ابو عبلة طبيب فريق النادي الاهلي عشان لسه هيبدا البرنامج التأهيلي الفترة الجاية. الف سلامة عليك يا شناوي، لكن يا جماعة يعني اتمنى مصداقية المعلومة والخبر تبقى مهمة جدا الفترة اللي جاية. محمود متولي قدامنا في التمرين، حسين الشحات قدامنا في التمرين،
والشناوي هيبدا البرنامج التاهيلي وواقف اهو مع دكتور احمد ابو عبله، عشان ممكن بكره ولا بعده تلاقي يقول لك ايه الشناوي ما بيجيش التدريب وشكله هيغيب شهرين ثلاثه، اهو النهارده موجود في التتش وهيبدا البرنامج التاهيلي وقاعد مع دكتور احمد ابو عبله وفي اجتماع عشان المرحله اللي جايه. طيب نروح كمان للوطن سبورتو، بيتكلموا على ان في فرمان من بيتسو موسيماني في الاهلي قبل بدايه الدوري بسبب الجماهير. طيب هي الفكره سبب الجماهير في ايه؟ هو المعنى ان بيتسو موسيماني طلب من الجهاز المعاون ان يتم تحضير هايلايتس وبعض اللقطات الخاصه بفرق الاسماعيلي والبنك الاهلي والزمالك، ليه؟ عشان يستعد ليهم بشكل جيد جدا خوفا من الضغوط الجماهيريه، ده اللي مكتوب من خلال صحيفه الوطن والحساب الرسمي للوطن بيتكلموا، فكره بسبب الجماهير دي يعني خوفا من الضغوط الجماهيريه، طيب هو شيء طبيعي وانا ما بحبش اخش في التفاصيل وانفي كتير، بس يعني هي في تفاصيل بتبقى يعني ممكن عنوان يشد القارئ، لكن هو طبيعي اي مدير فني عنده ثلاث مباريات ورا بعض في اثنين محللين اداء من غير حتى هو ما بيطلب، هم بيحضروا اصلا كتيب وكراسه فيها كل الارقام والسكاوتنج لفريق الاسماعيلي وفريق البنك الاهلي وفريق الزمالك، حتى كمان الصفقات الجديده الاسماعيلي ضم مين؟ لو ضم مثلا محمد الطرهوني، المحلل الاداء لازم يكون عندهم محمد الطرهوني ده قبل ما ينضم للاسماعيلي اخر سنه كان بيلعب فين؟ وارقامه ايه؟ واصاباته ايه؟ كل الامور دي امور مهمه جدا اي جهاز فني بيشتغل عليها سواء على فكره في ضغوط او مفيش ضغوط. طيب اخر حاجه معايا في ترند الاهلي الحساب الرسمي لمبتدا على تويتر. رحنا بقى لموضوع تاني وموضوع الساعه وكل ساعه ومش هنخلص منه، موسيماني ام فيريرا؟ الاهلي يحسم الامر. طيب مبتدا هنا هو مش بيحاول يقول ان في مفاوضات، لا مبتدا بيقول الاهلي يحسم الامر، بمعنى ان الكابتن محمود الخطيب في اجتماع وفي المؤتمر العام لمجلس الاداره اول امس اتكلم على بيتسو موسيماني وحسم موقفه وقال يعني الراجل مستمر معانا، وقال ساعتها كمان ان بيتسو موسيماني من افضل 50 مدرب في العالم، فبالتالي الاهلي حسم الامر سواء بتصريحات الكابتن محمود الخطيب او حتى بالاعلان الرسمي اللي نشر على الموقع الرسمي لامير توفيق مدير التعاقدات والتسويق اللي قال موسيماني مستمر معانا لغايه نهايه الموسم وغلق اي ملف خلال هذه الفتره للتركيز في المشوار القادم. اتمنى الملف ده يتقفل بقى ونركز في المباريات الجايه، لان المباريات الجايه على فكره مهمه جدا وصعبه جدا ومش عايزين نضغط نفسنا بتفاصيل ومعلومات ممكن تسبب ازمات بدون اي داعي. اخرج